من نيمار ولا ميسي. أوهو. لأنه استثنائي. وبرشلونة في آخر ثلاث مباريات حافظ على النظافة. كرة في محاولة. أوهو. خلاص ما عاد في أي مجال. هذا الثلاثي هذا الثلاثي مية 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 الثلاثي 100% الثلاثي 100% لبرشلونة. تشافي سدد جول أمامية. يا جماعة برشلونة ختم المتعة. خلاص ما عاد في شيء منتظر. لنيمار، نيمار لتشافي، كرة فيها محاولة لمصلحة. أوه.